بسم الله وكفى والصلاة والسلام على كل الأنبياء والرسل الكرام. نعاود الآية، قل من رب السماوات والأرض، قل الله، قل الله، قل أفتخذتم من دونه من غيره أو بجانبه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء. شوف كيفاش يدمر لهم في أقوالهم، قالوا لا يملكون، ما لا يملكون القول الحق، ناس مسكرة تماما وما يعرفوش قال يكونوا، ما يعرفوش كيفاش يورطوا روحهم مع الله ولا. فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء في صنع ربي، في ختام هذه الآية 16 من سورة الرعد للطنع، خالق كل شيء وهو الواحد القهار. نعود إن شاء الله تعالى مع الآيات المتبقية التي تعنينا هنا في سورة الرعد.